الرجل المصري بيتعامل بمنتهى التفاهم، بمنتهى التحضر، بمنتهى حقي وحقك. ليه؟ ده سؤالي. اعتقد في حته السؤال عقده ليه؟ الخواجه دي بجد، انا مش الكلام ده بهرج، دي مظبوط؟ عقده، دي عقده. لا سهير، الكلام ده مظبوط؟ ايوه بس خليها تكمل كلامها ناني بليز. دكتوره يعني انا الكلام ده بشوف، طب اسمعها. جزائريه يخاف منها؟ لا ما قلتش، لا مش يخاف، ما قلتش يخاف. أو يعمل، انا ما بيعمل لكن بيبقى عنده الوعي ان هو يبقى متحضر. بالظبط، بيبقى متفاهم جدا جدا ومتحضر وعارف انه حقي وحقك، وانه ما ينفعش يعمل معاها الحاجات اللي بيتعامل بيها مع الست المصرية. هو بالظبط زي الراجل ليه؟ هنا في مصر أنا بيكسر قواعد المرور، كويس؟ لما بيروح بلد بره بيحترم القواعد. اقول لكم ليه؟ لان الست المصرية بتيجي على الستات كمان بتكسر حاطط الدم بتاع انك تتجوز واحدة زي امك. فانا بحاول اقول لكل الرجاله، احنا مش امهاتكم، احنا مراتاتكم. انتوا طول الوقت بتتعاملوا مع مراتاتكم على ان هم امهاتكم، امهاتكم اللي هي لما هتغلط هتقول لك ماله حبيب قلبي، طب ابقى اسال على ماما، روح قلبي اكلت. انا طبعا بشوف ان لا 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 بالعكس، هي لو مامته هو اتعامل طول الوقت مع مراته على ان عمره ما هيغلط فيها. لا خليني اقول يتجاوز مع مامته، يتدلع على مامته. ايوه السن الصغير يا سحر وساره. انا بقول الجواز في الاول بيبقى تجارب، يعني المرحله اللي في الاول دي هم بيجربوا لسه فرض السيطره، واقدر ايه الباوندريز، ايه الحدود بتاعتي في العلاقه كست وهو كراجل، ايه حدوده، هي جايه من تربيه شكلها ايه، فبيشوف هي هاو فار هي كان جو وذ هير، يعني يتمادى في العلاقه. أيوة. الراجل الصح، الراجل الذكي اللي يحتوي الست من اول ما يخش بيته، انا بشوف تخش بيته فيحتويها، يربيها، يعلمها، يعني بيشكلها. انا عندي سؤال مهم جدا. انا بشوف ان مش الراجل الذكي هو اللي يحتوي الست، انا بشوف ان الراجل لازم يبقى ليه ستاندر واحد، وانا بشوف ان الراجل الشرقي قادر تماما على ان هو يتعامل مع المراه بمنتهى الاحترام والتحضر. بيجي عندنا ويبقى مقرر ان هو يعيش دور السيد. ليه؟ لان العادات والتقاليد في المجتمع ده حقيقي. لو هو خرج بيها وحسس المجتمع اللي حواليه ان هي سيده القصر هيقول عليه مش راجل، فبالتالي هو مش عايز يبقى قدام اصحابه. انا بشوف ان الراجل الشرقي على قد ما انتوا بتقولوا طيب واحنا كل حاجه، المجتمع عامل له مشاكل في طريقه التعامل معانا لما بيبقى بره واخد متجوز واحده ست اجنبيه، فيجي يخرج معايا يقول لك شايف مشرفنا، شايف مدلع، شايف مش متجوز اجنبيه، بصي الست فرحانه ومورده وبتاع، الراجل عارف يتعامل معاها. انتوا شايفين الكونسبت بتاع التفكير؟ انتوا فاهمين انا عايز اقول ايه؟ صح ولا غلط؟ هو بيحصل كده ليه وانت ما تعرفيش؟ بيحصل كده اللي هو ايه حضرتك؟ اللي المدام بتقوله ايه؟ ايوه بيحصل. ايوه بيحصل. قالت لك بيحصل يا نان. طيب خلينا وسكتت زار وحنان سكتت كمان. خلينا يعني كلهم وافقوا معايا. خلينا نقول في نقطة مهمة طرحتها سار، خلينا نجاوب عليها كلنا. ايوه هو الراجل والست لما بيتجوزوا وخاصة بيبقوا صغيرين بيبقى فكرة فرض السيطرة، وأنا أشوف قوتك فين وآخرك فين وأنت تشوفي قوته فين وآخره فين، بيبقى متعمد ولا بيجي تلقائي؟ بيجي تلقائي. بيجي تلقائي مش متعمد. لا هو متعمدة ولا متعمد؟ لا لأن المفترض إن هم لما بيتجوزوا في جوازات اللي هي يعني بيعرفوا بعض وبيحبوا بعض وبعدين بيتجوزوا، فيبقى في حب في الأول اللي هو الحب المولع ده، وعايزين عيلة وعايزين ولاد وعايزين، فالمفروض دي أحلى فترة في فترة طب الجواز. طب ليه بينكدوا على بعض وبيفسدوا العلاقة بعد كده؟ أنا بقول برضو مش هرجع أقول لك إنه هو غلط على الست أو على الراجل، لأنه إحنا كلنا عدينا بمراحلنا في الجواز. في الجوازة الأولى. أيوه بالذات الجوازة الأولى بتبقى هي دي الثمامتر بتاعك، يعني هو ده اللي أنت بتقيمي يعني الجواز منه. أنا عندي سؤال تاني في نفس النقطة دي. اللي هو؟ لو هما اتجوزوا صغيرين والعلاقة كانت مولعة نار وبتاع، أنا بشوف إن أول بداية المشاكل ومين هيسيطر على مين من تدخل الأب والأم في مشاكل الولاد دي. لما تيجي تحكي الأم تقول له
انت اضغط عليها، الام الثانيه تروح تقول لها ما تديلوش فرصه، ومن هنا بيحصل النديه ودخول العلاقه بقى في ان انا هسمع كلام ماما. وهنا فانا بشوف برضو ان دي من نقطه مهمه جدا، ان لو ولادنا اتجوزوا في وقت من الاوقات لازم لازم نسيبهم يركبوا المركبه ويعوموا بيها توصل على قد ما توصل. صح، يعني انا بشوف ان الدي بتبتدي من هنا، تدخل الاب والام في السيطره. ما بتكلميش في كلتشر هنا، بتتكلمي في ثقافه، فانت بتتكلمي مش بتتكلمي على راجل معين، بتتكلمي على ثقافه. طيب هنا شعب. المفيده بتقوله ده بيدين الست، لان الست بتبقى متناقضه، هي كزوجه حاجه وهي كام حاجه ثانيه. القصه بتبقى متعمده لفرض السيطره ولا تلقائي؟ لا تلقائي، لان هما كمان بيبقى لسه ما فيش اكسبيرينس قوي، يعني لما لسه سنين صغيرين في سن معين فلسه مش عارفين يتعاملوا. في الجوازه الثانيه وفي النضج بناخد بالنا ولا برضو بنتمادى وبنغلط نفس الاخطاء؟ لا بناخد بالنا، بس للاسف ساعات برضو بتوصل نفس المرحله ان احنا نفشل. بناخد بالنا بس بنعمل غلطات مختلفه بناء على التجارب القاسيه اللي انت بتحاولي تهربي منها، فبتقعي في تجارب اوحش انت لسه ما عديتيش منها، فالدنيا كلها بتخش. انا هقول الجوازه الاولى بتبقى اللي هي الحب وال الوله بالظبط، وبعدين انا في سن انا لازم اتجوز، انا في سن لا عايز اخلف، انا في سن اهلي يعني، ففي ضغوط من بره يعني من برايا بتوجهني. طب ان انا دي في الجوازه الاولى، في الجوازه الثانيه دعونا نرتكب اخطاء جديده. لا هي اقل ما بتبقاش اخطاء مختلفه، مختلف يعني انا ما بحبوش قوي. ما اعتقدش ان الجواز الثاني او الثالث او وات ايفر بتبقى بنفس المعايير.